طبعا اليوم ده انا فاكر لحد اللحظه دي عمري ما هنساه. يعني الكلام ده من 12 سنه 11 سنه. انا اول ما دخلت كان مثلا تمرين الساعه التجمع الساعه 9، فانا عملت فيها جامد بقى، وان انا هروح قبلها بساعتين وبتاع، وبقى ايه ان انا ملتزم قوي وبين نومي جامد. رحت لقيت كله موجود. رحت بقى اول واحد لقيته كان كابتن ابو تريكه. اول واحد لقيته قاعد كان كابتن ابو تريكه قاعد بيقرا قران وقاعد كده. فانا قاعد مصدوم، لو هو بجد ده ابو تريكه اللي انا بشوفه في التلفزيون؟ انا مش مصدق فعلا يعني. مرة واحدة لقيته قاعد بيسلم عليا وبيضحك وبيديني مية زمزم، قال لي خد لسه راجع من السعودية وخد اشرب وبتاع. فأنا قاعد مرعوب، أنا قاعد بتفرج عليه. بعد جميل تريكة. جميل، شخصية جميلة من أنظف وأجدع الشخصيات اللي قابلتها في حياتي. بعد كده لقيت كابتن وائل جمعة، بعد كده بقى لقيت كابتن محمد. دخلت على يعني دخلت بقى أنا مصدوم، أنا قاعد مرعوب، قاعد في مكاني عمال أكش كده، ده يعني مش مصدق إن أنا قاعد معاهم يعني. بس فبصراحة يعني كانوا يعني بيساعدوني وبيسندوني و ما حسسونيش ان انا لسه طالع، وكله قاعد يقول العب براحتك واتبسط والعب بكل اللي نفسك فيه وما تخافش من حد وكده. فبصراحه يعني كان من احلى يوم في حياتي يعتبر، يعني يوم لما طلعت ده يعني.